بجد انت بتعمل كده ليه؟ هو انت في كل حته لازم خناق؟ اخواتي وحمام قلبي وحشتوني جدا 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 جدا. بصوا بقى ركزوا معايا عشان انتوا وحشتوني جدا والمقالب معاكم وحشتني جدا. طبعا انتوا عارفين انا رقم واحد في المقالب على القناه دي، ولا تقولي منا بقى ولا بتاع. مبدئيا كده انت بتتفرج على الفيديو حط لايك بسرعه وكومنت جميل، ما تنساش تشير الفيديو، وطبعا لو مش عامل اشتراك في القناه اعمل اشتراك عشان اللي جاي موت. طبعا انتوا شايفين ان احنا في مصيف، احنا رحنا يا جماعه سافرنا يومين كده على السريع. المهم انا عايز بس انجز معاكم عشان هعمل المقلب قبل ما منا تدخل. بصوا يا جدعان، دي مالناش دعوه باللي بتعملنا دي، بس عجبتني فقلت البسها. واحنا داخلين من الفندق شفت واحده يا جدعان اجنبيه مش لابسه حاجه خالص، مش لابسه اي حاجه، انا ما اعرفش هي بني ادمه ازاي دي. فانا عملت كده وانا ماشي، معلش معذور بصراحه، عملت جت كده، هو المقلب جه لوحده وجت في وقتها، فانا ماشي عملت لها كده. فبنت شافتني راحت بصالي كده واتضايقت وقلبت وشها، وهي دلوقتي طالعه قاعده بره، يعني زعلت وطالعه قاعده على البسين. فانا وانا قاعد قعدت افكر قلت اعمل ايه، قلت انا هعمل مقلب وفي نفس الوقت يمكن لما اعمل مقلب اصالحها. فبس فانتوا ركزوا معايا عشان اللي جاي جامد قوي. طبعا اللي وصل لحد هنا ما عملش لايك يعمل لايك بسرعه، ولو نسيت تعمل الاشتراك اشترك بسرعه، وحط لي كومنت جامد، حط لي كده قول لي عايش يا محمد، احنا في ظهرك يا محمد، عشان انا عايز جيش محمد يموت جيش منا، لان مفيش حاجه اسمها جيش منا، خلاص منا راحت عليها، ما بقاش تعرف تعمل مقالب ولا خلاص كده. ركزوا معايا، بصوا دلوقتي انا هنام على السرير هنا وهعمل نفسي معايا تليفون تاني اوريه لكم دلوقتي. انا هعمل نفسي بكلم في واحده، هكلمها بقى ايه بالانجليزي وكده كاني عرفت اجيب رقمها، لان هي منا بقى لها حوالي تلت ساعه وحاجه قاعده على البسين. فعمالة دي يا منا تعالي يا منا تعالي مش راضيه، فقلت لها انا هخرج. بس انا عملت نفسي ايه، فتحت الباب وقفلته وعملت نفسي خرجت وقلت اصور المقلب ده. فانا هحط الموبايل كده في حته، هو كده كده الموبايل مش باين، ده جنب الشاشه وعمرها ما تتخيل ان احنا لسه جايين، فمستحيل تتخيل ان احنا نعمل مقلب في بعض دلوقتي. تمام، حتى الدنيا مبهدله، بصوا كنا لسه طلع الهدوم وبتاع. انا هروح انام وبالتليفون التاني هتكلم كاني بكلم ايه واحده، واتكلم بالاجنبي اقول لها تعالي ومش عارف ايه بالانجليزي وكده، فاشوف رد فعلها معاكم ايه. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي انا عملت ايه، ركزوا معايا، حطيت الموبايل ورا الشاشه واتصلت بحماتي، الموبايل التاني اهو بالمره صح، واتصلت بحماتي وقلت لها ان انا هعمل في منا مقلب 1 2 3، لان انا عارف منا اول ما تدخل تلاقيني بكلم واحده هتتصل باهلها، منا معروفه يعني تطلع عليها يا ماما الحقيني والكلام ده. فانا اتصلت بحماتي وعرفتها ان انا بعمل مقلب والدنيا تمام تمام تمام. تعالوا بقى بالمره صح اوريكم منا وهي قاعده بره، تعالوا. ده انا قاعده بره اهي، بس محدش يتكلم دلوقتي زي ما وريتكم هي قاعده ازاي، فانا مش عارف هي هتدخل امتى. انا عامه هقعد على السرير واتغطى واعمل نفسي بكلم البت اللي مش فلبينيه، لا معرفش الاجنبيه ما علينا، فاروح اقعد بقى وعلى الله. دي بقى بتعملنا مع الله. هلو هلو، يس يس، ماي نيم از محمد. يعني ايه اقول لها ايه؟ لا انا في الشاليهات اللي تحت، مراتي مش معايا. هو يعني ايه مراتي مش معايا بالانجليزي؟ انا مش عارف. نو زوجة. يس اوف كورس يس. رقم الاوضة 81 15. هتيجي امتى؟ يس. انا عارف انتوا مش بتتغدوا عشان الاجانب دايما سمباتيكا. يس نو بروبلمز نو بروبلمز. اوكي بس اوف كورس. الحمد لله الجو كله لموس لموس. تمام. مع تعبتي يلا. ما فيش، كنت بكلم واحد صاحبي. بكلمه حد ماسكه. بقول لك ايه؟ كنت زوجة. بقول لك ايه؟ زوجة جت؟ كنت زوجة؟ عمال. زوجتي جت؟ ايه؟ 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 بتكلمني؟ زوجتي جت؟ اوعي تيجي.
ده انطوي محمد. الموز هنا مش مستوي، مش مستوي حرفيا. هناك بروبلو، هناك بروبلو. ايه؟ ايه؟ ده اتكلم الواد بتاعه. في ايه؟ في ايه؟ ايه هنتخانق هنا كمان ولا ايه؟ في ايه؟ انت جاي جنبك في ايه؟ بتتكلم مين وبتعمل كده ليه؟ ممكن تسيبني براحتي شويه عادي يعني، قاعدين بنتكلم في التليفون ممكن تطلع. انا بقالي كتير قاعده بره لوحدي. ما هو انت من ساعه ما شفت الاجنبيه البطل انت مش راضي تيجي اعمل ايه؟ اجنبيه ايه؟ البطل. انا عديتها بمزاجي اقسم بالله، ما تقفرش وما تتكلمش. طب ادخلي بقى اقعد وانت بلاجور. اسالك على حاجه، هو تعالي الشاليه بالانجليزي يعني ايه؟ جو اند شاليه؟ لا كام تو شاليه، مش عارف شاليه بالانجليزي. كام تو شاليه؟ طب انا مراتي جت يعني ايه؟ مش عارفه بس ماي وايف يعني مراتي. ماي وايف زنقتني. زنقتك يا هو مين ده؟ ايه اللي انت هتقوله ده؟ ايه الخرا ده بقى؟ ايه الخيال ده؟ قلت لك قلت لك بروبلم. بروبلم. انا في مشكله يعني ايه؟ طب معلش نسمع على تليفوني، انا في مشكله يعني ايه بالانجليزي؟ عايز اعمل تليفون. لا مش شوف الموبايل بتاعي ده قاعده زي الغراب. مش عرفت انا قاعد ايه غراب. ماشي يا مين دي؟ I don't have is باين ان انت بتهزر مبدئيا. از محمد جو بره الشاليه. اوكي از محمد جو بره الشاليه. اوكي ده اهو ده. الو انت عند الشاليه غلط ولا ايه؟ ايه ده بقى؟ ارجعي ورا شو كده؟ انا ماسك التليفون ده. اه بس التليفون ده. التليفون ده انت مجنونه. هات التليفون. بقول لك اوعي كده. هات التليفون بقول لك. هو ايه ده بقى؟ مين ده؟ ده انت في ايه بقى؟ اقعد كده. صوتك عليه ليه؟ ان انت تخاف تمشي. بقول لك اقعد عشان اقسم بالله الناس هتتلم علينا يفتكروا ان في سبوع. اقعد كده. في ايه؟ واحد اتخنق كل ما يروح في حته انت تترخم. هو في ايه؟ بقول لك ايه؟ البنت واقفه من غير لبس بره تاخد برد البرد. مين البنت دي؟ مين البنت دي؟ مين الخرا دي؟ مين؟ جو جو جو. مين؟ ممكن جاي نطلع نجيبها؟ مين دي؟ واخدة ملهاش اه بنت ملهاش روم في المكان وهي مزعلة وجو تاني. استنى استنى. مين دي؟ مين؟ دي يوتيوبر. مين دي؟ بقول لك مين؟ البنت المزة اللي بره. مين البنت؟ والله العظيم هكلم اهلي اقسم بالله. ايه؟ دول دول طيب. اجنبي؟ انا مش عارف انا فين. تمام ان انا هلبس بسرعه واروح ادور عليها بره. انا اسكت. اروح ادور عليها ماشي؟ خلي بالك من نفسك، ما اعرفش اتاخر، هروح اجيبها واجي على طول. استنى اخد لها حاجه اداريها بيها. انا هلبسها دي. It one one five. Welcome بيكي. جو جو ما تتكسفيش. جو ويلكم. لا والله ده بيكلم مين؟ هي واقفه بره مش عايزه تدخل. اعمل ايه؟ ماشي اقفل. طيب اقفل. طيب مش هينفع اقفل في وشها. بقول لك اقفل عشان الناس. عشان وطي صوتك وطي. والله العظيم لا انت كده غلطه. خلينا غلطه على فكره. ايه؟ واحده عريانه. انا سيب ازاي واحده عريانه في الشارع؟ ويلكم. مراتي قاعده جوه اهو. مراتي دي ولا بتهش ولا بتنش عادي. تعالي بس. ولا بتهش ولا بتنش. طب البنت مش راضيه تيجي، اثبت لها ازاي طيب دلوقتي؟ لا حتى لو هزار مفيش هزار في الكلام ده. هجيبها ازاي انا دلوقتي؟ استنى مش عارف هجيبها ازاي. اه هجيبها ازاي؟ هجيب لك اهلي هنا. ايوه ايوه معاهم؟ الو. هو انت متضايقه من ايه ولا في ايه؟ اقسم بالله عندي صداع.
يعني ايه تكلم بنت وبتقول لي وتقصد حتى لو هزار؟ اقسم بالله يا محمد حتى لو هزار مش هعديها. خلاص البنت راحت لحالها ومش عايزين نقرف. ايه البنت راحت لحالها؟ تكلمها بالتليفون وت بنت انت عارفه والله يا محمد افهم براحه، انا ممكن اكلمك بالادب. عارفه ان انت ضيعي من ايدي اجنبيه؟ دي كان ممكن يكون معاها مليارات واتجوزها واخوه ملياراتها وقتلها بعد كده عادي. اللي انت بتقوله ده صوتك ما يعلاش على الوكالات براحة عشان ما تجيش على وشك. دلوقتي بنتكلم في اصول. هل ينفع ان انا اكون في واحده جايه وانت تقول لها ما تجيش؟ يرضيكي ده؟ انت يرضيكي؟ الو الو ايه يا ماما؟ ايه يا منى؟ عامله ايه يا بنت؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ ايه؟ دلوقتي احنا قاعدين انا ومحمد جاي دلوقتي بيقول لي بيقول لي انت عادي انا فاهمه؟ لا لا استنى عادي انا فاهمه انا فاهمه بقول لك اقفل كده على جنب براحتك. في ايه انتوا بتتخانقوا؟ اه يا حبيبتي بنتخانق. اه يا حبيبتي بيقول لي انا بكلم واحده اجنبيه وعمال يوصف لي بجسمها. انا فاتحه السبيكر بس عشان اسمعك. انا دلوقتي يا ماما انا عايزه امشي من هنا. طب انا ممكن افهمها اكلمها؟ هو لازم في اي سفريه. طب اديني اكلمها. هو لازم في اي سفريه زفت. اديني اكلمها اديني اكلمها عايز اكلمها. ايه يا عم ايه الاخبار؟ انا كويس. طيب صلي على النبي صلي على النبي. على السبس دلوقتي احنا كنا داخلين من باب الفندق فانا شفت واحده من غير لبس فبصيت لها وقلت يو ايه القرف ده؟ اللي هو ايوه انت عارفاني انا ما بحبش بصراحه. انا عارفاك صح. انت قلت ايه القرف ده؟ ده انا مش فاكر اي حاجه. هي كانت لابسه بس بتاع كده نبيتي فوق وبتاع نبيتي تحت وشعرها كان اصفر. ما شاء الله ده والله انت انت ايه ده فعلا ما شفتهاش. اهو اديك شايف. بجد انت بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ هو انت في كل حته لازم خناق؟ شوف بس عشان ايه؟ يا ماما استني ما الراجل ما شافهاش ده شافها حته نبيتي فوق حته نبيتي تحت اهو ما شافش حاجه خالص. المهم لفلفت انا كده بطريقتي وجبت الرقم. غلط ده في غلط في حاجه؟ ليه بقى جبت الرقم؟ ليه جبت الرقم؟ عشان اخد عبايه من العبايات منها اداريها والله عشان تتحسب اي حاجه اداريها ازدال طرح اي حاجه ما ده عيب وده غلط. عشان في بلدنا لا اله الا الله يعني يا جدعان يشاهد الناس انا بعمله غلط. المهم اللي تقسى على بره كنت هجيبها عندنا في الاوضه اداريها في اي حته ده غلط. روح هاتها روح هاتها. طب يعني حاجه كويسه يعني اهو قولي لبنتك بنتك مش فاهمه. طب يعني حاجه كويسه بقى وانا اجي لك بعد اذنك شويه. انا مش فاهمه. انا مش عايزه اقعد هنا. انا مش عايزه اقعد هنا. طب تصدقي بالله. طب يعني استنى استنى يا محمد. قولي. يعني ايه لو شافت واحد لابس مايو تروح تلبس بنطلون من عندك؟ لا اه عادي. لا في فرق الرجاله قوامون على النساء. اه كل راجل مسؤول عن نفسه اما الستات حرام. انت فاكر اللي بيعمل كده بيبقوا رجاله؟ ايوه ما بيبقوا ايه؟ التعامل بدل عملت كده بيبقوا ايه؟ ايه يا عم انا هتاكل ثواب يا عم. لا لا بصي بصي ثواب يفرق. انا ما اقدرش ان انا اسيب واحده بردانه بره في الشارع ولا لا 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 مش اخلاقي مش اخلاقي وانت عارفاه. انت فعلا مش اخلاقي. اه بالظبط. انت عملته ده؟ لا 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 انا هجيبها للدفة كلنا هنا. انا هسيب لها الاوضه يوم منها وستي هطلع. يا ماما بصي هو اصلا شايف الموضوع هزار فبعد اذنك انا عايزه اجي. شوفي حل. ده مجنون يا بنت. مجنون؟ طب مجنون على نفسه ولا مالي؟ انا مالي؟ انا عايز امشي. انا قاعد بصي انا مقدر وقاعد اتكلم معاك وسايب البنت هتنشف بره. هي بنتي ايه؟ الاجنبيه اسمها اسمها ايه؟ نسيت اسمها اسمها عامل زي المكرونه كده اسمها اسمها ما اعرفش اسمها ايه نسيت اسمها. هو انت اتجننتي يا ولد؟ في ايه بس في ايه؟ في ايه؟ انت وصلت لمرحله وحشه قوي. اعمل ايه طيب؟ انت ما ترضي ده على حد من قرايبك؟ ترضيها؟ ما هي البنت لما قعدت افضفض معاها بالفرنساوي افضفض معاها كمان. اه قلت لها على اساس ان هو بيفهم اصلا ده هو اصلا حافظ اللغه العربيه بالعافيه. قلت لها تو انت شاليه وان ايه منا 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 سيبي سيبي تتجنب. لا خلاص يا حبيبي انت لا ما تجيبش دول بس تجيب كذا بنت معاك. طب اديها واحده بتفهم اهي خليها تيجي تروح بكره. ليه مش عارف يلا يلا بقى شوفيه بقى انا عايزه اجي مش بكره النهارده. اه طب ما ينفعش ابات مع الاجنبيه لوحدي اقضي معانا اليوم وبكره تقرا. لا يا حبيبي لا 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 انا عارفه ان انت مش هتخلي انت تخلي بالك منها. يعني ايه بات مع الاجنبيه لوحدي؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ يعني ايه ده؟ هو انت بجد انت انسان ايه؟ لا لا انا لا لا انا عليك الشر انا عليك الشر يا احمد والله العظيم يعني انا بعمل في الخير انا ماشي في الخير. بصي انا نوع من جمعيه خيريه اسميها جمعيه الاجانب خيريه ايه؟ جمعية لسوء للأجانب. والله؟
انا مش عارف اعمل ايه. خلاص مش عايزه خلاص طبعا. انا هسيبها تقول في داهيه وخلاص. لا قولي لبنتك كلمتين تاني عشان بتلم هدومها. ايه؟ لا كنت هجيبها بس انا منى زعلت. وانت فاهم نشيت وروح وجبت رقمها وكده؟ انا اخدت رقمها من بتوع الامن. اللهم صل على النبي. اصل بتوع الامن كلهم معاهم رقمها. اه يعني ايه مفتوحه كده لاي حد؟ مفتوحه ازاي يعني؟ يعني اي متفتحه يعني. ان اي حد يرميها تدمروا الرقم بتاعها. لا ديك حق يا حبيبي ديك حق. انا كنت اقعد معاها ان كان عندها مشكله نفسيه. طب خلاص انا مش هجيبها مش هجيبها بس بنتك لما تشرب مش شرب. طب واخده هدومي كمان معاك. ماشي روح بقى يا حبيبي. مش انت الواد اللي جامد؟ طب استني بالله طيب. يا طب ماشي يا طب استني تمشي كده تمشي فين دلوقتي؟ ماشي واقفه انا واقفه بره بس اشوف حد. طب ما هي واقفه بره. ابعد عني انا لميت الشنطه خلينا اتنيل امشي. بس طلع ده طلع ده ايه ماما؟ طلع عايز اقول لك حاجه. تشوفي حاجة ازاي؟ شوفي حاجة ده خالص. ليه تلاقيه؟ ده اسمي مين؟ انتي لو قريبة انا كنت جيت لك. انتي لولا ان انتي ولا ايه؟ كنت تيجي وتشوفي الغلبانة اللي واقفة برا. مش عارفة. طب استني استني. طب بس تعالى اوريك حاجة خلاص. طب تعالى اوريك حاجة. لا لا لا. تعالى اوريك حاجة. طب ماشي الناس والله والله الناس اللي جاية سامعانا اقسم بالله. تعالى اوريك حاجة. طب استني. يا ابني هيطلبوا لنا يا ابني احنا اتفضحنا. اتفضحنا يعني على ابو شكلك. تعالى اوريك حاجة. بس ايه؟ لا مفيش الزرافه واكلايه. الزرافه واكلايه يا حبيبتي. ايه؟ الزرافه واكلايه. يعني ايه؟ طلع لها بره؟ طلع لها بره ايه؟ طلع عامل فيها مقلب. منه ما تسافريش مع محمد تاني. ده بجد انا بجد خلاص اتخنقت. هو في حد هيعمل مقالب في كده؟ عامل ايه ما انت اللي اتعمدت لما بصيت على البنت مره؟ ده انا كنت هاكلك. هو فعلا يا ماما بص على بنت الصبح عشان كده قلت. بصيت كنت ببص لها ببصة عطفة. والله بص يا محمد بص. زدت الزاد الساق يا محمد. لا 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 انت عايز ايه بس؟ ما اشوفك. انت مش هتبطل المقالب ده فيا؟ قسما برب العزة فيا وفيكي. احنا في حته تاني. نفسي عشان ما اخليش مني. افرض قلعت الطرحة. الجيش بتاعي فوق. الجيش بتاعي فوق. انت اصلا عشان الازاز مش هتلاقي الطرحه عشان الازاز ده. ماشي يا محمد. الجيش بتاعي فوق. كومنت ايه؟ شيل رقمي من عندك. صح. شيل رقمي من عندك. طب قولوا رايكم يا جدعان في الكومنتات. قولوا رايكم في مقلبي. ماشي يا امي ماشي يا معلش. معلش يا امي. يا جماعه انا عايز انت فظيع فضحتنا. انا عايز الفيديو ده يلف مصر كلها. الفيديو ده الفيديو ده بدات مقلب يا محمد من اول يوم. منى انت ما تجيش حاجه. استنى يا محمد اللي هيحصل بقى. ما تجيش حاجه جنبي. استنى يا حبيبي ايه اللي هيحصل؟ انت ما تجيش حاجه جنبي. استنى يا حبيبي ايه اللي هيحصل؟ اخواتي استنى يا حبيبي. التقيل إيه جاي. استنى التقيل جاي. التقيل جاي عندنا بقى. عندي انا بقى. استنى باي امشي.